السلام عليكم. عندنا اليوم يا جماعة نمط المهنة مانشستر يونايتد، ومن جد زي ما تشوفون في العنوان هذه بتكون آخر حلقة في السلسلة تقريبا. للأمانة ما كنت أدري إلا لما دخلت التقويم وشفت إن هذا آخر شهر. يب زي ما تشوفون هذا آخر شهر، خلاص بعدين راح يبتدي موسم جديد، فراح نتفاهم وش بيصير للسلسلة في آخر المقطع إن شاء الله. أوكي فراح ندرب راشفورد الآن، صار 83. الله 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 يا راشفورد يا كبير، بداية خير بداية خير للحلقة. الزوباد عندنا مباراة ضد إشبيلية في الدوري الأوروبي، نصف نهائي الدوري الأوروبي. صح ذكرت شيء، توقعون من موجود في الدوري الأوروبي؟ أنا مستحيل راح تتوقع هذا النادي، بايرن ميونخ. السؤال هو كيف الدوري الأوروبي؟ كيف؟ فلو فزنا على إشبيلية راح نقابل غالبا البايرن في النهائي. يا الله يستر. فأوكي عندنا مؤتمر صحفي لمباراة إشبيلية، وخلنا نمدح لاعب. أوكي خلينا نمدح لاعب من لعيبتنا، نقول نمدح بقبة، قوته 91، بقبة خرافي مرة، فنمدحه. والله وبين وبينكم يا جماعة بعد دخيل قلت آدم ضبطه، والله أقدر أسوي شيء. لاعب عاد بالإصابة بيلرين. محادثات، هل نستطيع مناقشة الأجور مارسيال؟ صح في الحلقة الماضية ما زبطت الهيريرا العقد. خدي مارسيال 150,000، وف والله راتب عالي يا أخي، إيش دعوة؟ لاعب تخصص نعطيه لاعب مهم، والله 86 والله. عطى لاعب مهم عشان فاهمين عليه، فاهمين؟ خلاص واضح. فينك يا هيريرا تعال، يبي 190,000 مارسيال 150، وانا ماله. اوكي نصف نهائي تشامبيونز ضد إشبيلية اللي ماخذ الدور الاوروبي 3 مرات ورا بعض اتوقع، فمباراة قوية مرة. بسم الله يلا ندخل. هي ديبالا، هي ديبالا، سلام يا كبير، حلو حلو، مخترين مخترين، روح يا ديبالا، روح يا ديبالا، سدد يا الله. هي حلو مارسيال، ديبالا يا الله يا ديبالا، هي تكفى تكفى، مختريا يا الله يا شيخ، حلو ديبالا، تكفى خطفها ديبالا، تكفى هي مارسيال، انطلق مختريا، تكفى تكفى مختريا، تكفى هنريك انريك انريك مختريا، الله عليك يا المرتدة. صح يا مختريا، اي صح 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 يا جماعة، تذكرت شيء. في ناس كثير يقولوا آدم خلي المستوى أصعب، يا جماعة المستوى أسطوري أسطوري، يعني أصعب شيء هذا ممكن، تبي تتأكد شوف الصورة، أسطوري. الله الله يا سلام، بقبة تكفى الله يا بقبة يا كبير يا أخي، شفتوا كيف لما أمدح بقبة أنا ما أمدح أبد، روح. أوكي خل عندك الكورة أورير، حلو ديبالا، حلو ديبالا، سدد يا عمري يا أخي حرام، حلو هي ديبالا، سدد يا أخي، ليش ما تقدمت يا أنا يا أخي، أنا أرفز يا أنا، لا تقول ركنية لا تقول ركنية، تكفى. لا يسجل لا يسجل، روح روح يا فيليب أندرسون، روح تكفى، تبديل القاتل تبديل القاتل، هي تكفى مارسيال، سدد هي مارسيال يا كبير، صح يا مجنون، صح صح. اوه البايرن فاز 4-1 على سانتيتيان، لا 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 بل استهبال يا الجدول، كيف ضد الارسنال؟ لا تستهبلوا، لحظة عندنا ارسنال إشبيلية سبيرز، سبيرز المركز الثاني، والله يا جماعة الخير صعبة، اتوقع راح العب ضد الارسنال بالتشكيلة الاحتياطية، ما اتوقع راح العب معاه بالتشكيلة الاساسية، مباراة الدوري الاوروبي وضد سبيرز اهم من هذه المباراة. مارسيال تم قبول عرض التعاقد، يا سلام جدد على العقد مارسيال. اقتراح ايها المدير، مرحبا حضرة المبلغ، هذا في مباراة مهمة ينبغي العب بدل سانشيز ضمن لا احتفى، لا معلش معلش بقبة ريح، عندك مبارتين ضد سبيرز والدوري الاوروبي، ريح. الفرق حاليا 5 نقاط،
يعني حتى لو خسرنا في فرق بيننا وبين سبيرز. يلا اوكي حلو حلو والله ياط يا جماعة بتشكيل الاحتياطية وعلى ارض الارسنال، فالله يستر الله يستر. صح فزنا يا نبي، والله يا عيال ما توقعت. صح التشكيل الاحتياطية وجاري تدريب ريناتو سانشيز. هيريرا تم قبول العرض الحمد لله، جدد وما زعل المرة الماضية لما جبنا العيد. طيب مباراة الإياب ضد إشبيليا، فبسم الله بالتشكيل الأساسية ضد إشبيليا على أرضهم. لا 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 أوكي فزنا، بس كم 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 تكفى تكفى تكفى، الجائزة المالية 1.5 مليون شكرا. كم مصاب؟ 3 أشهر انتهى الموسم بدون ديبالا. اوكي يا جماعة مباراة الدوري يكفينا التعادل بس، اذا تعادلنا فضمننا الدوري وفزنا فيه، فبسم الله روح يا شيخ. هي راشفورد، هي لينجولن، تكفى يا الله كيف صدها نورس. تكفون هي 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 يا كبير، من انت يا خرافي يا راشفورد يا اسطورة، من ديبالا يا شيخ من ديبالا علمني. صح يا التمريرة تكفى يا الله يا الخير. روح انطلق انطلق يا اوريان، تكفى هي اوريان هي اوريان، يا سلام تكفى جسمك يا خير خير مررها. واو لا لا سجلوا لا سجلوا، ها 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 واو اوكي جبنا الدوري خلاص يا جماعة. طبعا مو حاليا راح يحتفلوا اللعيبة اوكي فزنا بالدوري صح صح، هذا اول لقب اهم لقب اهم لقب هو الدوري الانجليزي. وطيب عندنا مباراة ضد كريستال بالاس، اخر مباراة في الدوري تقريبا، فاكيد محاكاة يعني وبتشكيل الاحتياطية وكل شيء كل شيء احتياطي. فاوكي يا جماعة اخر مباراة في الدوري ضد كريستال بالاس فزنا 3-1 صح على كثير. ما في تتويج؟ لا 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 يا والله مكور والله العظيم مكور يا اخي حرام يا اخي. الجائزة المالية لبريمير ليج 125 مليون، هذه تشتري فيها اي لاعب تبي، وش تبي الدور اعطيك ميسي نيمار سواء ايش تبي ايش تبي. طيب ثاني اهم مباراة عندنا او يمكن اهم مباراة في كل الموسم، نهائي الدوري الاوروبي ضد البايرن. انت ما تتكلم عن ليون روما، تتكلم عن بايرن، هذه حتى في دوري الابطال يمكن يجيك نهائي اسهل، فالله يستر يا جماعة نخش على الجيم ونجلدهم باذن الله. روح يا شيخ بسم الله يا رب الله يستر. وو لا 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 حكم فاول حكم فاول، يا سلام يا سلام والله خطيرين مره يا حبيبي خلاص تكفى تكفى يا راشفورد يرحم ابوك يرحم ابوك تكفى. هي صح كبير كبير راشفورد كبير، يا ساتر يا ساتر يا الدفاع حقهم. هي بقبة نويا نويا صح نينجولن صح نينجولن تكفى والله العظيم الهجمة ضدهم الهجمة ضدهم هدف الله. صح يا مختارين يا اخي اقسم بالله مجنون ينقذنا في كل مكان مختارين. صح صح واو يا عيال طول المباراة الكرة لهم راسين راس واو. صح هي راشفورد هي مختارين يوه يا اخي كيف صد هذا النوير.
بوجبا. يا الله شيخ يا عيال، والله العظيم البايرن اقوى فريق يمكن لعب ضده في كل السلسله. صح يا اخي، تكفنين قلنا ديزنين قلنا دز. صح مارسيال دخلوا تياغو بدل اوسكار. يعني تياغو احتياطه عندكم، يخرب بيت ام ال ساتر يا ساتر يا ساتر. صح نين قلن. لا 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 فيدال فيدال لا. صح صح هي مخترين. يا الله يا الله يا نويا، لا خلني اخلصها. تكفى ما هي ناوية تجي الثاني، ما هي ناوية. الله صح صح يا شيخ، ثاني كاس يحمل سمولينج هذا الموسم. طبعا في كاس يعني اسحبوا عليه الزبدة، هذا ثاني كاس. روح والله يا عيال كلام كبير، بس لو تجيب الكاس الأخير ضد الليستر حاليا خلاص خلاص. مؤتمر صحفي حق مباراة ليستر. اوه بعد عندهم كلاوديو رانيري، راح نمدح. معليش هذا المدرب يا اخي احبه مره، فراح نمدحه. وفي نفس الوقت تخدير اعلامي 2-1، 6.5 مليون جائزة اليورو ليج. الله 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 الله، نهائي كاس الامارات يا جماعة. فبسم الله التشكيلة الاساسية شوي اللياقة عندهم تعبانة، بس راح العب فيهم. لازم 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 نفوز. فروح يا شيخ. الله الله الغلط، تكفى راشفورد. الله يا اخي احبي لكم يا ليستر يا اخي، اقسم بالله رهيبين. من الدقيقة 5 لا لا لا، الله عليك يا خرافي يا بيلي. صح صح نيم قلن. صح هي، تكفى راشفورد. الله يا راشفورد، والله العظيم يا عيال ما حسيت ان ديبالا مو موجود. اوه دخل درينك واتر الاسطورة يا عمري، اللي متابع قديم للقناة يعرف انا وش اقصد. دي 90 يا عيال، دي 90. الله 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 الله، والله حلقة رهيبة يا الله يا الله، كان الموت رهيب. 4 بطولات، الدوري الدوري الاوروبي، كاس الامارات، والكاس الانجليزي. واو سوالك والله مبسوط، كل شوي جالس يعمل كاس. يا شيخ صح عليك، صح 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 صح. فزنا في النهائي ضد الليستر، واتوقع خلاص اتوقع يعني وش يبون اليونايتد اكثر من كذا. الجائزه الماليه للدوره 2 مليون. طيب ليش ما تمدحوني يا اخي؟ بس خلاص ما في مدح ما في شيء، اجيب لكم بطولات وبس كذا. الزبد يا جماعة، خلينا نتكلم وش بيصير على السلسلة. اولا وقبل اي شيء شكرا على دعمكم من اول حلقة لاخر حلقة. مدري طولنا تقريبا كم، صار لنا شهرين اتوقع، اكثر من شهرين حتى، يعني السلسلة مرة طولت وما قصرتوا. طيب وش بيصير على السلسلة؟ عشان اكون صريح معاكم، السلسلة يا جماعة جدا طولت، فللامانة ودي اني انهي السلسلة، مو عشان انا مو مبسوط منها، بالعكس جدا مبسوط منها، والدعم اللي فيها خرافي، بس خلاص يعني الى متى تحس يعني فاهم علي؟ ما اتوقع انك فاهم علي، بس حاول انك تفهم يعني. فاللي افكر فيه حاليا ان نبدا مهنه لاعب. حاليا سوينا مهنه مدرب، والحمد لله جبنا كل شيء مع اليونايتد، فودي لو نسوي مهنه لاعب. ايش رايكم يا جماعه؟ اكتبوا لي في الكومنتس. فاذا شفت فيه حماس والاغلب قال يابا يا ادم دوس على مهنه اللاعب، خلاص بدل مهنه المدرب نسوي مهنه لاعب، ونبتدي سلسله جديده وشيء جديد مختلف عن الكارير مود المدرب. بس انا قاعد اليوم شباب تبغى وسط الوقت، لا تنسوا اللايك سبسكرايب، كان معك اخوكم ادم او زومبي كلارتش كيو. مع السلامه.